تتابعون بعد قليل برنامج كونوا معنا. فكونوا معنا في القدرة وقاية بتنجان ما حبيتهم ويا نموت كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون مش مش وقرس يا ويامش خروا بيرويك لما تعوز كوارع مع فتة وعيش والفخ ضداني مقلوز يا سلام على طاقم بامية وعلي حتة موزة صنية بقلاوة وين بلع بكازوزة بشرب كشري وبحبه في كوباية وشوية حمص شام وعلي شطة زيادة سمك صيادية بالخلطة المعتادة فول قدرة وقاهرة بتنجان ما حبيتهم ويا ليمون كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون مش مش وقرصي ياوي ياميش خروا بيرويك لما تعوز كوارع مع فتة وعيش والفخ ده الضاني معلوز يا سلام على طاقم بامية وعلي حتة موزة صنية بقلاوة وين بلع يسعد مساكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامج كونوا معنا معي أنا روعة واسمحوا لي أول شيء أن أقول لكم إن شاء الله بداية عام جديد تكون خير وسعادة وهنا عليكم جميعا وإن شاء الله تكونوا حققتوا كل اللي ببالكم بالسنوات الفاتوا وتحققوا اللي بدكم إياه بالسنوات الجاي اسمحوا لي أول شيء أنه رحب برشا ولا يسعد مساكي رشا يسعد مساكي روعة ويسعد مسا كل مستمعينا من كل مكان اللي بسمعنا من داخل كندا أو من خارج كندا وبدي أقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله يا رب تكون سنة سعادة وسلام وأمان على الجميع على كل البلدان العربية وعلى كل العالم وإن شاء الله هيك يا رب تكون سنة تحقيق أمنيات زي ما حكيتي روعة وتكون فعلا سنة خير بكل ما تحمله من يوم الأول لحتى يوم الأخير ونستعد إن شاء الله لنستقبل عام 2021 بهذاك الوقت ونكون حققنا يلي ببالنا وإن شاء الله يا رب يكون عام الأمن والسلام على البلدان أجمعين إن شاء الله. أول شيء بدي رحب فيكي كمان بعد هالغياب هذا أسبوع. تسلمي لي والله يعني حسينا انه مسافة طويلة فعلا فعن جد يوم بس يوم واحد يعني حلقة واحدة نفشق عنا زي ما بنقول او يعني قطعناها فبتعمل فرق بحسها فعن جد وهذا دل على شيء دل إلا ان احنا فعلا بنستمتع بالبرنامج هذا وللأسف اليوم الحلقة الأخيرة اكيد بس ما رح تكون انه اخر نشاطاتنا او اخر شيء بالبرنامج حيكون في انه نشاطات تانية ان شاء الله هلأ فينا وبلعي الله يوفقكم راديو الوطن ومستمرين دائما متألقين بس أنتي منورة يعني تسلمي لي بس بالنسبة إلي أنا بوعدكم وبوعد مستمعين أنه حتكون إلي رجعة قريبة إن شاء الله يمكن عبواب الصيف بس هلأ أنه مضطرين نوقف البرنامج أنه شوية ظروف وإن شاء الله عبواب الصيف حن يعني نعمل حلقات تانية بس بطريقة مختلفة حيكون مطور شوي البرنامج أكيد يعني حيكون في متعة أكتر أكيد لأنه أي شيء ببدأ بسيط وخطوة خطوة وبعدين بتطور وبكبر وبنشوف شو الناس بتحب منعدل الأشياء اللي بدها تعديل الأشياء اللي غلطنا فيها منظبطها وهكذا مزبوط وإن شاء الله خير يا رب للجميع إن شاء الله يا رب وبتمنى لك كل التوفيق روعة وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح منشوفك شكراً ودائما نحن موجودين هون إذا احتجتي أي شيء راديو الوطن دائما أبوابه مفتوحة إليك فأكيد بتشرفينا ومنتشرف بصوتك يلي منور إذاعتنا الله يسلمك يا رب وأنا بتشرف وجودي معاكم إذن بما أنه اليوم الحلقة الأخيرة أعتقد حيكون برنامج الحلقة اليوم شوي مختلف عن المعتاد بس كالعادة نزلنا البوست على الفيسبوك مشان اللي بيحب يشاركنا اللي بيحب يسمعنا صوته بيقدر يكتبوا لنا تعليقات على البوست هذا أو من خلال رقم التليفون 204-800-0334 ويكون إن شاء الله خاتمة خير معاكم إن شاء الله إذن نبدأ معك روعة كالمعتاد شوف شو مخبتين اليوم شو في جديد عندك
هلا اليوم رح أعطيكم لمحة سريعة على الشيء اللي رح نحكي عنه. رح نحكي اليوم عن كرات اللحم مع البطاطا. رح نحكي عن طريقة حدا سألني عنها، عن الفروج المهبل أو الدجاج المهبل، هي طريقة بتختلف كليا عن الدجاج بالفرن. ورح نحكي شوية نصائح للشعر وللأظافر. بس بما أنه الحلقة الأخيرة، أنا حابة أنه نبعد شوي عن موضوع الأكل ونحكي عن الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية اللي كانت بالبرنامج خلال هالحلقات السابقة، حتى نقدر يعني ناخد فكرة من المستمعين شو حبوا بالبرنامج، شو كرهوا، شو أكتر شغلي عجبتهم، شو الشيء اللي ما حبوا بالبرنامج. يعني أنه حابة تكون جلسة حوار مثل ما بقول أو دردشة أكتر ما تكون أكل. ومع هيك حنحكي عن الأكل، ما حننسى أكيد، لأنه هو الأكل أساس برنامجنا وهو يعني الأساس زي ما قلت. فخلينا نبدأ أول شيء بالصنف الأول اللي عندك. هلأ أول شيء حنحكي عن كرات اللحم مع البطاطا. هي أكل كتير طيبة وكتير سهلة وبسيطة، ما بدها كتير شغل. أول شيء منجيب بطاطا منسلقها نص سلقة، ما منخليها تستوي الاستواء الكامل، منعملها نص سلقة ومنحطها بجات البيركس، منصفها منقطعها شرحات دوائر ومنصفها بأسفل الجات وعلى الأطراف. ننتقل للحمة، منكون جايبين لحمة ناعمة، منحط لها التوابل المعتادة. أنا بحط مع اللحمة بقدونس، سنين توم، ملح، فلفل وبهارات اللحمة إذا متوفرة عندكم، وبدعكم مع بعض وبشكل منهم كرات طابات صغيرة وبحطهم جات البيركس، وبين كل طابة وطابة بحط بطاطاي رشا، بتطلع منظرها انه كتير حلو، بتعطي منظر حلو بالضبط. هلأ هاي طريقة. بعد ما نكون خلصناها بنحط، هي بتنعمل على طريقتين رشا، ناس بتعملها بمرقة بندورة وناس بتعملها بالبشاميل والجبنة الموزاريلا، وبالحالتين هي طيبة. هلأ بالنسبة لأم البندورة، منكون جايبين دبس البندورة، منحله شوي مع مي حتى لي يصير معنا أنه سائل، منحط له شطة، هي الشطة أساسية فيه طيبة، وملح وشوية بهارات للصوص، ومنحطها على وشها ومنحطها بالفرن لحتى لي تستوي، ومنطلعها منعمل جنب رز بتطلع كتير طيبة. طبعا أنا هلأ حاليا نزلت الصورة تبعية الأكلة اللي هي كرات اللحم مع البطاطا، وأنتوا بتشوفوا كيف الترتيب البطاطا مع اللحمة، فعلا معطيها منظر كتير حلو. فالكلام اللي عم تحكي حتى نشوفه مطبق فعليا بالصورة، فنزلت حاليا الصورة على الفيسبوك. هلأ هاي طريقة، في طريقة تانية أنا بعملها، أنا بحب الطريقة التانية أكتر. الطريقة التانية نفس المبدأ، منحط اللحمة مع البطاطا، بس منحط على وش اللحمة وعلى وش كلياتها بشاميل. ونحن كنا حاكين عن طريقة البشاميل، كل كاسة حليب بدها معلقتين طحين، ومنعملهم على الغاز لحتى يشتد قوامهم. فالبشاميل بعد ما منحطها منحط على وشها جبنة موتزاريلا، بس أنا بفضل رشا أنه الجبنة تنحط قبل ما تستوي بشوي حتى تسيح يعني. أيوة، لأنه هلأ لاحظة إذا حطيت الجبنة فهي حتتأمر الجبنة، والجبنة متى من تأمرت وأخذت وش ما بتعود بتشط مثل ما أنت بديك. صح، فأنا حتى البيتزا هيك بعملها، بعجن العجينة وبدها وبحط لها الصوص وبخبزها على الآخر، وبعدين برش الجبنة على وشها وبحط يعني التوابع الثانية حسب ما كل حدا بيحب. يعني فعلا بما انه الجبنة بس تنطبخ او بس تنحط بالفرن بتيبس، بتصير مزبوط، فما عاد تاخدي هالشطة اللي انت بدك اياها او هالمنظر الحلو. بالضبط، وهذا الشيء اللي دائما بنشوفه بالدعايات كيف بيعملوا الجبنة والاشياء هاي، بتخليك تجوعي اكثر. فانا بخليها لتستوي نص استواء، بعدين يعني تكون قربت عنا بطاطا واللحمة انه تستوي، هي البطاطا اوريدي مستوية نص استواء، بس اللحمة بنحط عليها البشاميل، وبعد ما بتحسيها قربت تستوي بتطلعيها بتحطي جبنة موزاريلا على وشها وبترجعيها شوي على الفرن، فبتطلع الجبنة محافظة على حالها، ما بتاخد هاللون اللي كتير انه محمر او كتير مقمرة ما عاد تشط. فهي طريقة كتير طيبة وانا كتير بحبها. حلو، وبنصحكم تجربوها. أكيد. هل هي أكلة خفيفة من ولاليها ولا لا؟ لا، أكلة دسمة. أكلة دسمة كتير طبعا، بما أنه الجبنة عاد دخلت فيها فالدسم موجود أكيد، بس كتير مبينة طيبة. يعني هي عن جد طيبة وبتجنن، أنا كتير بحبها هالأكلة. أنا ما جربت البشاميل مع البطاطا، عادة البشاميل مع المكرونة، مكرونة بشاميل، بس ما ولا مرة جربت هذا النوع من الأكل. هاي طريقة جديدة مختلفة كليا، بس كمان يعني نكهتها طيبة، فخلاص بنجربها لكان ونقول لك رأينا. روعة. وحبيت بس أذكر مرة تانية مستمعينا إنه البوست نزل، وبإمكانكم تشاركونا بتعليقاتكم بآرائكم بأكل معينة حتى غير الأكل اللي نحن عم نحكي عنه هلأ.
إذا حابين شيء تنوهوا عنه تحكوا عنه أكيد بنستقبله. كمان بنستقبل اتصالاتكم على 204-800-0334 وكمان هذا موجود على الفيسبوك. حتى رشا أنا شفت أنه أكثر من طريقة أو أنه حدا بيعملها بطريقة تانية، البطاطا نفسها بدل ما يقطعوها شرحات أنا هاي لقيتها أسهل، بيغسل البطاطا وبيحفروها وبيقلوها قلي وبيحطوا بقلب اللحمة بيحطوا على وش البندورة فكمان بتطلع كتير طيبة. إيه بتختلف يعني بدل ما تكون البطاطا ترانشات ومصفوفة صف تنحفر البطاطا، بس البطاطا بدها جهد بالحفر. بس أنا بلاقي إنه الفكرة إنه تتقطع شرايح وتنحط هي أسهل. من ناحية حتى إنه البطاطا لما تحفريها بدك تكبي منها كتير يعني حرام إهدار بحس نعمة، فبلاقي إنه تكون شرايح أفضل. وبدها شغل إنه بعد ما أنت حفرتيها كيف حتستوي البطاطا معك، لازم تقليها وترجع تحط اللحمة وترجع تحط، فبدها شغل كتير. لا هيك طريقتي هاي أسهل وأصح أكتر إنه نسبة الزيت أقل فيها. مظبوط. والبطاطا انسلقت يعني انسلقت نص سلقة فراح نسبة من النشا منها، فهذا الشيء كمان إنه صحي أكتر. بالضبط، فمنخليها صحية من ناحية البطاطا ومنضربها بالجبنة. طيب كتير حلو روعة. مرة تانية بنحكي كمان إن الصورة نزلت فبإمكانكم تشوفوا الصورة. بعيدا عن البطاطا انا عارفه انه في كمان اشياء تانية بدك تحكي لنا عنها اليوم، شو مخبتين لنا كمان من على الاكل ولا عن اشياء؟ خلينا هلا لسه الاكل وبعدين حننتقل حنحكي شوي عن احتفالات مبارح كمان راس السنه والاشياء هاي. ف ما شاء الله كنتم منورين مبارح ومغطيين الاحداث بشكل مو طبيعي. نحن بنحب انه لما يكون في اي ايفنت بغض النظر عن الخلفية الدينية أو أي شيء، بس منحب بما أنه هو راديو عربي أنه نعمل تغطية لكل ما يحدث في وينيبيغ. ف يعني أنتوا لاحظتوا يمكن أنه نحن غطينا للمسجد من قبل، غطينا للغة العربية، لأي أي إيفنت بيصير منحاول أنه زتم، خصوصا إذا يعني حتى نحن إذا ما كان عنا علم هن بيخبرونا ومنروح منغطي. فالمبارح كان يعني أنا روحت من قبل على الفوركس بالسنوات الماضية، في معنا اتصال، خلونا نرد على الاتصال أول وبعدين نحكي على موضوع الفوركس. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. يا هلا، كيفكم يا حلوين؟ كيف صحتكم؟ هلا وغلا، يسعد مساكي. كل عام وانتم بخير. معكم فضيلة. أهلا وسهلا. وانتم بخير، نعاد عليكم بالصحة والسلامة. وانت بألف خير يا رب. الله يسلمك يا رب، وعليك وعلى عيلتك وكل اللي عم يسمعونا. الله يسلمكم يا رب، وينعاد عليكم على حبايبكم، وان شاء الله تضلوا بخير. تضلوا منوينا بهالبرنامج الحلو. الله يسعدك. الله يا يسلمك يا رب. ونضلوا نتعلم هالأفكار الحلوة هاي اللي عم تبدعوا فيها. عم نتعلم ونستفيد كثير من برنامجكم الحلو. تسلم يا رب، والله البرنامج منور بصوتك. تسلمي حبيبتي، كيفك انت، شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله، مع هالسنة الجديدة وهيك شوية نشاطات وهاي، بس الحمد لله حلو. راحت عليك اجواء امبارح؟ بس اكيد والله راحت علي، بس اكيد تابعتن على الفيسبوك. بدي اقول لك اكيد تكون حضرتيها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. طبعا انا من المتتبعين برامجكم كلها يعني. تسلم يا رب. وللاسف امبارح كان في مرتين لعبنا ريه مو مره واحده، فنحن غطينا المره الاولى، بس غطينا الاولى والثانيه كانت الخطه انه نطلع بث مباشر على الفيسبوك ولحظه اطلاق الالعاب. احنا كنا متواجدين بالفوركس طول الوقت، ولكن اول ما فتحنا البث المباشر طبعا الناس كانت اعداد هائله بالساعه 12، فللأسف الضغط هناك على الانترنت سبب انقطاع بالفيديو اللي كنا عم نبثه، فالخطة اللي كانت ببالي ما زبطت. يلا إن شاء الله للسنة الجاية بتزبطيها. إن شاء الله السنة الجاية بتزبط معاكي. إن شاء الله. هو المشكلة الانترنت كان تمام، بس لأنه الضغط كتير عليه. صح بصير ضغط على الانترنت بهالساعة. صح فعلا كتير على معك حق. بس الحمد لله عملنا الأولى فكانت تمام. الأولى كانت على الساعة 8. لا كانت تمام وكانت ناجحة. الأولى هي بقولوا لها احتفال، يعني إنه اللي عنده أولاد اللي ما بحبوا يتأخروا كتير، فإنه حلو تكون في فرصة إنه الأولاد ينبسطوا بالألعاب النارية وهيك، وفي كان نشاطات كتير. والتاني اللي هي على الساعة 12 اللي هو اللي بحب يحضر، وبكون عادة نسبة الحضور أكبر. كتير بتكون أي في عالم مستمعين. كيف كانت سهرتك امبارح؟ الله يعافيك. والله كانت كانت سهرتي كتير حلوة، وتمنيناكم معنا، كانت تكمل فرحتنا لو أنتم معنا. تسلمي يا رب. بس كانت سهرة روعة غير شكل امبارح. كمان كنت
متابعتها، كانت عاملة شفرة بتجنن يعني منظرها هيك، بس بتحطي الأكل وبتطلعي عليه ما لك هيك قلب تاكلي منه بس الخرجة. تسلم لعينك، والله اشتهيتك معانا بهالجمعة الحلوة مبارح. الله يسلمك، الله يسلمك. على فكرة فضيلة من أسبوع كانت هون بوينيبيك، وكان لازم أنه الأسبوع الماضي أيوه مثل اليوم مزبوط، وكان لازم نكون على الهواء معاكم بس اعتذرت عن الحلقة، كانت عندي فضيلة وكان في رفيقتنا الثالثة جاي من ألبرتا، فما قدرت أنه من مجهلة تحية أكيد لسمية تكون عم تسمعنا، من مجهلة تحية يسعد مساها إذا عم تسمعنا، فكتير كنت مبسوطة فيهم وعن جد ما حبيت أنه يطلع من عنا. والله أنا تمنيت أنه نطلع ببث مباشر وتفيدونا أنتم كمان ب بخبرتكم. ما اقترحت عليهم هاي الفكرة بس مشان الأولاد تأيدوا شوي بالموضوع، فإن شاء الله الأيام جاية، إن شاء الله المرة الجاية، إن شاء الله المرة الجاية بس سنة نصير إن شاء الله بنجي وبنحكي وبنحضر معكم هالبرنامج الحلو. تسلمي. يسلمك يا رب. الله يخليكم يا رب. تسلمي عينك. فضيلة شو مشاريعكم بهالسنة الجديدة؟ في أي خطط معينة؟ في أي شيء حابين تعملوه لهالسنة؟ والله اللي حابين نعمله بهالسنة إذا الله يستر، فعندنا مشاريع كتير، أول شيء نكمل دراستنا، وتاني شيء يعني حاطين في بالنا إنه ننتقل من هون، فمو أكيدة يعني، فإنه بس حابين إنه ننتقل من هون، إيه إن شاء الله إذا إنه نصيب إن شاء الله بنحكي يوم. يلا الله ييسر لك يا رب ويحقق لك اللي ببالي. امين يا رب، وين ما تنتقلوا سواء يسلمك. سواء بقيتوا او انتقلتوا ان شاء الله رب اللي فيه خير واللي الله يسلمك. الافضل لكم الله يسلمك حبيبتي، يمشي ان شاء الله. معني انا بتمنى ان تنتقل لهون بس انا احساسي عم يقول لي لا على مقاطعه تاني. والله حابه انتقل لعندك مش عم نعمل برنامج سوا. اهلا وسهلا، بتنوري اكيد بتنورينا. تسلمي تسلمي حبيبتي يا رشا، الله يسلمك. والله والله وجودك هو منور وينبك كله. تسلمي لي يا رب، والله انتوا الاساس حبيبتي، خلينا اياك يا رب. الله يخليك يا رب. وين من كنت وكيف اتجهت؟ بتمنى منكم تضلوا، الله يسلمك حبيبتي روعه، بتمنى منكم تضلوا متابعين بهالبرنامج الحلو، نحن متابعينكم ومنشجعكم. تسلمي يا رب. هو اليوم بتمنى تعملوا لنا الحلقة الأخيرة، خذوا معنا شيء استراحة وبعدين رجعوا يعني ما بعدين رجعوا كملوا. أكيد زي ما بقولوا دائما العودة أقوى، بيكون طبعا في طبعا تحضيرات تطبيقات طبعا لكم بصمة وبرنامجكم كتير حلو، نحن بنتمنى أن تتابعوا. تسلمي يا رب. الله يسلمك يا رب، كتير استمتعنا إن شاء الله. كتير استمتعنا باتصالك فضيلة، وإن شاء الله دائما وأنا والله انبسطت فيكم وموفقين حبيباتي. تحياتي إليك ولأهل بيتك ولعيلتك كلها اللي عم تسمعنا. الله يسلمك يا رب، وأنا تحياتي لإلكم جميع ولراجل الوطن، والله يقويكم يا رب. شكرا كثير، انبسطنا كثير باتصالك فضيلة، يسعد مساكي حبيبتي، وأنا كمان انبسطت فيكم. الله يسعدك يا رب، تلاقي الخير. الله معي، تصبح على خير، مع السلامة. إذا عودة إليك روعة. احنا انا كنت عم بحكي على على راس السنه والالعاب الناريه امبارح، واللي كنت بدي احكيه هو حكيته خلال المكالمه. انا كنت بدي انوه انه اللي صار امبارح صار فيه شويه توقيف بالفيديو كذا، كان بسبب الضغط، فاوريدي حكيته. اذا برجع لك لك روعه بتكمله. واحلى نهفي رشا صارت معنا، او احلى شيء شفته هلا لما بصير حدث معين فبيكتر الصور، التعليقات، المعايدات، القصص هاي. فمن بين كل الصور اللي شفتها أحلى صورة كانت أنه الأول يوم بالسنة الجديدة بيكون يوم أربعة، فعند الحماس نلعيد عيدين. والله بصراحة أنا يعني لما تكون في قاعدة هيك للحماس وكذا أنا عن جد كتير بنبسط وبحس هيك الجو الحلو، الفرفش، الضحك، وهذا هو اللي نحن بنحب أنه ندور عليه. فأنه تخيلي ما بيخلوا صغرة إلا ما بينكشف فيها شيء عن الحماس. فهو لما الشغلة تكون ناس محبوبة كتير فدائما هيك بصير، فبالعكس هذا الشيء يعني الواحد لازم ينبسط فيه، انه دليل على المحبة، دليل على خفة الدم. مزبوط. فكل العالم بعيد الا الحماسني بعيدين، منعايد على كل الحماسني وكل العرب اللي عم يسمعونا، ومنوجه لهم احلى تحية لكل حدا من حمص ومن سوريا ومن كل العالم العربي اللي عم يسمعونا. وبنرجع لك روعة من جديد حتى نكمل معك. هلأ حنحكي شوي عن الجاج المهبال، حدا طلبوا مننا بالحلقات السابقة أو ما حكينا. هلأ الجاج المهبال فكرته كتير بسيطة، وأنا بحسه أطيب من أي نوع تاني من الجاج.
هالقلب الفرن طيب، القلي طيب، كله طيب، بس المهبل له ركهة خاصة. منجيب الجاج منغسله كتير منيح مننطفه، طبعا أنا بنقعه بملح وخل حتى ما يكون في أي شيء. بعد ما منغسله منتبله قبل، أنا فضل دائما أنه الدجاج اللحمي هيك قصاص تتبل قبل بيوم حتى لي تاخذ الطعم اللازمي. التتبيلة بتكون، أنا بحط بتتبيلتي توم، اللهم صل على سيدنا محمد، لبن، بندورة، دبس بندورة، فليفلي، فليفلة مكدوس أو فليفلي خشني، وكل شيء أنواع بهارات عندك حطي. عندك كزبرة بتعطيها نكهة طيبة، الكزبرة، كزبرة يابسة طبعا، الفلفل، بهارات الدجاج، بهارات الماجي، توم بودرة، شو من كان عنا بهارات منحطهم ومنحركهم مع بعض مع زيت زيتون ومنتركهم. هاي التبلة جهزناها. ننتقل تاني يوم لوقت التحضير. منجيب الدجاج اللي نحنا مجهزينه ومنحطه بقلب طنجرة. منحط بقلب الطنجرة ورق غار، يعني الباقة العطرية، ورق غار، رنفول، حب هيل، منحط معاهن بصلي بقطيع جوانح بحطها، بحط كاسة مي، كاسة زيت، وبغطيهم وبتركهم على نار هادي، يعني شو بدي قلك، شمعة، أنوس الشي بالغاز ساعة تنتين اللي بدك إياه، فبتطلع معاك طعمي بتجنن واستواء بياخد العقل. إذا ها هي طريقتها كتير بسيطة، يعني ما حسيت إنها بتاخد وقت كتير بالشغل أو لا لا، وكتير بيطلع طيب. فهو إنه فكرته إنه جاج مهبل بيستوى على الهبلي، على ضغط الحرارة أو ضغط النار اللي هو فيها، فبيستوى بيطلع كتير طيب. طبعا بتكون أنت قالي بطاطا شرحات، حاططيهم بالجات البريكس وبتحطي فوقهم الجاج، فبيطلع نكهته ولا أروع من هيك. لا بده توم ولا بده حامض، هذا بس على الباقة العطرية من البهارات والأشياء هاي. أيوة، والتبلي اللي أنت متبلتيها من قبل بنهار، فهني مع بعضهم هذا المزيج بيعطي نكهة كتير طيبة. نفس مبدأ الجاج بالفرن، بس الجاج بالفرن تحسي قد من استوى ما بياخد الاستوى الكامل، يعني تحسيه بضل ماسك حتى لو مستوى، بس ماسك، بس هاي بتمسكيه العظم بتطلع لحال واللحم لحال بتجنن. يا سلام، هو دائما أي شيء بتطبخيه على الهدوء بيعطي نكهة للأكل غير لما تطبخي الطبخ العادي. في طنجرة كمان بإمكانكم تشتروها، هي حتى مو غالية، اللي هي الطنجرة اللي بتشتغل على الكهرباء، بتحطيها وفي هي بتحطي يعني مثل شيء بدل على بتغرسيه بقلب الدجاجة أو اللحمة أو اللي أنت حاططيه فيها، وبيستوي على حسب الحرارة اللي جوا. فبمجرد ما توصل درجة الحرارة داخل اللحم جوا للدرجة المضبوطة يعني، فبيطفي. فأحيانا يعني هو عادة تتراوح مدة الطبخ ما بين 4 ساعات 6 ساعات إذا بدك مدة طويلة. فتخيلي أنت إذا كنت عاملة جاج أو لحم بهاي الطريقة قديش بيطلع طري ودايب دوب يعني من الطبخ. مزبوط. فعن جد هاي النوعية من الطناجر كتير بتعطي نكهة مختلفة للأكل، طبعا مع إضافة البهارات وهي الأشياء، بس عن جد كتير طيب بطلع. ايه، والبهارات بتنكه الأكل مثل ما حكينا، ويعني بهاي خاصة الدجاج بحب معاها الكزبرة اليابسي بتعطي نكهة طيبة، واللبن والفليفلي والبندورة كمان بيعطيهم لون كتير حلو. فعن جد يعني بتحسي من ريحة التبلي انت وعم تعمليها، ريحتها بتجنن تماما. حتى كل شيء بيخطر على بالك بهارات ما حتندمي. مثل ما قلت لك الباقة العطرية، عندك قرفة، حب هيل، ورق غار، الليمون اللي مجفف اللي بنستعمله احيانا بالكبسة ممكن تحطي معاهم وحدي، بس ما انه يعني حطيها شوي وبتشيلها لانه مشان ما تعطيها مرار. فهي شغلات كتير طيبة وكتير انا بحبها. في كنا نحط معاهم جوزة الطيب اذا بتعرفيها. هون ممكن تلاقوها، ممكن ملعقة، ما بعرف، انا ما جربت هون اعتقد موجودة، أنا ما جربت أدور عليهم، بس كمان تعطي نكهة طيبة. أكيد دائما هاي الأشياء البهارات اللي نحن اعتدنا إنه نحطها بالبهارات. والقرنفل، أيه، والقرنفل كمان بيعطي نكهة طيبة للقرنفل، بس بدي نوه إنه ما نكتر. إلا إنه بس تكتر بيعطي مرار بالأكل. القرنفل بمرمر الأكل، يعني حبتين ثلاثة انكترت خالص، أكثر من هيك لا، بمرمر الأكل وشو من كان. راح صح فعلا، لاحظت بمجرد ما تكتر شوية بتخرب الطعمة. مزبوط. فنكون على حذر بالكمية اللي بنستخدمها. كمان في شغلة بدي أحكي عنها. أنا مؤخرا جربت لحم الغزال. أيوة، شو كان رأيك؟ بصراحة أنا حبيت كتير طعمة اللحم. بتختلف طبيعيا عن اللحم العادية، بتحسيها أنشف شوي، بس لحمة حمراء وكتير طيبة. بس ما بنصح حدا يأكل من جزء اللي فيه الدهن نهائيا، يعني أبسط شي بدك تشيليه،
إنه ما طيب أبداً. مو طيب. مو طيب. بس اللحم بحد ذاته كتير طيب، وكانت يعني أنا بحياتي ما ضايقته من قبل، فعن جد كتير كان طيب يعني، أنا انبسطت فيه. هلا أنا بتوقع كل نوع لحم له طريقة مثلاً بالشغل، مثل عندك لحم الجمل بيجي شوية على حموضة أو ملوحة زيادة، أو حموضة مو ملوحة، بيكون شوي حامض، فبينصح إنه دائماً ينعمل على شكل صفايح. فممكن لحم الغزال يكون طيب بشيء تاني. إحنا عملناها على هو طيب، بس الفكرة إنه لما بدك تطبخيه بدك تنتبهي إنك تشيلي الأجزاء البيضة منه، الدهنية منه، لأنه كهي بحد ذاتها ما طيبة، وبدك بياخد وقت أطول بالطبخ، بده إنه حتى يستوي مزبوط. أنتوا كيف عملتوها؟ إحنا عملناها على شكل كبسة وحطنا على الوش اللحم، فعن جد طلعت شي واو. فكانت الله يسلمك يا رب. فكانت فترة هالعطلة هاي إنه الواحد يجرب شغلة جديدة هيك، فكانت كثير طيبة. وعلى سيرة العطلة، أنا جربت بالعطلة كمان شغلة اشتهيتك معي فيها وذكرناكي. تتذكري الحلقة الماضية لما حكينا عن البرجر؟ فمن هارين كنت زيارة عند صديقتي وعد اللي قلت لك زوجها عنده ملحمة عند شارع أليس. فأنا زيارة عادية يعني، إنه رايحة فنجان قهوة نفس أرجيلي، فهي من الحلقة الماضية قالت إنه إلك عندي أحلى عزيمة. بالضبط. فوفت بالعزيمة. وفت بوعدها، وفعلا يعني أنا كنت عندها إنه على أساس أرجيلي وسهرة وهيك، فحلفت إنه ما أطلع قبل ما أدوق البرجر اللي بتحضره. ما قلت لها أنا بعرفه على طول بشتري من عند زوجك يعني ومجربته، وقال لا بدك تدوقي على طريقتي. فعلا عملته كان بجنن يعني، كتير طيب. وتذكرناك يا رشا. كان بدي أوجه لها تحية إذا كانت عم تسمعنا. وأنا يعني متأكدة إنه كان كتير طيب البرجر، طالما لما تشتري أصلا من المحل فطيب، فكيف ما بالك يكون عندها هي. مزبوط. وحتى عملت المايونيز كمان بطريقة طيبة، وكانت قاعدة بتجنن. فأنا هلا بوجه لها تحية إلها ولعائلتها ولكل حدا عم يسمعنا. لك هاي صورة حأبعث لك ياها رشا كمان، حتى ننزلها هلا على البوست. وكمان بنحكي لها إذا كانت عم بتتابعنا، تتصل فينا وتحكي لنا على طريقة البرجر اللي بتعمله حتى تفيدنا وتفيد المستمعين لو كانت عم تسمعنا. إذا هلا حنزل لكم الصورة تعيد الأكل اللي احنا بنشهيهم بس على الريحة. هاي صورة البرجر. رح أحكي شوي عن مايونيز اللي عملته. هي حطت بيضة كاملة. هلا أنا بحط بياض البيض كنت، بس هي حطت بيضة، فأنا لقيته طيب، فشيء طيب لازم شارككم فيه وأحكي لكم عنه. حطت بيضة وحطت معاها معلقة لبن وتوم، وكالعادي رشة ملح وعصرة ليمون ونقطة خل والزيت. بس الفكرة أنه حطت اللبن مع البيضة، فعطته قوام كتير حلو ونكهة كتير طيبة. نيكي هلأ صارت الصورة عندك. إذا أنا رح أنزل أول شيء صورة الأكل اللي بعتي لي إياها. هاي اللي كانت عم تحكي عنها فضيلة. هاي تعيد. أوكي، إذا الأولى هي تعيد فضيلة اللي حكت عنها، اللي أنا عملتها مبارح سهرة. فإذا لقيتوا أي أكل بالصورة حبيتوا تسألوا عنها كمان، يا روعة معنا حتحكي لنا على الطريقة. رح أحكي لهم شوي على الكروسان اللي عملته، على طريقة كتير سهلة وطيبة، إنه كيف تنعمل معاكم النفس اللي أنتوا بتكون ياها والطراوي من جوا. تمام. هلأ الكروسان اللي عملته بقلب الصورة مبين معاكم، صح حجمه صغير بس إنه كطعمي. بعد ما عجنت العجينة، أنا ما بعير، بس مبارح حطيت 4 كاسات طحين، نص معلقة خميرة، معلقتين سكر، نص كاسة حليب، معلقتين لبن، وزيت مازولا شي نص كاسة، ومي دافي لحتى تماسك معي قوام العجين، وآخر شي رشيت الملح. أنا كنت حاكي بحلقات سابقة أنه الملح ما بنحط معه السكر حتى ما تفقد الخميرة مفعولة. بالضبط. بعد ما بنعجن ومنخلص منرش الملح، وتركتها ترتاح شي نص ساعة. عملت البيتزا، والقسم الثاني شو عملت، مديت العجين على الآخر، دهنتها زبدي، رجعت لملمتها للعجينة، ورجعت مديتها، رجعت دهنتها زبدي. رجعت لملمتها وعاد مديتها، وصرت قطعها شوي انه مثل مثلثات، وعملتها كروسان بالطريقة اللي بنعرفه كلياتنا. فهاي صورة انه عن الكروسان وعن الطاولة بشكل عام. بس الكروسان حبيت انه قلكم انه على الزبدي معاها، كل ما حطيت زبدي بتطلع بتجنن. انا ما وصلت الصورة منك روعة، فلو ترجع بس تبعتي لنا اياها حتى ننزلها لمستمعينا ويشوفوا الطريقة اللي انت حكيتي عنها حتى يشوفوها فعليا يعني بالصورة، ويستفيدوا أكتر من اللي حكيتي عنه. بدنا نوجه تحية لغدير وميمي روز كمان عم بيحكونا يعطيكم العافية، وكل شيء من تحت، أو غدير بتحكي لك كل شيء من تحت يديك بجنن. تسلمي لي.
فبدنا نوجه لهم تحية وبقلكم يسعد مساكم. وهلأ بالوقت هذا أنا رح أنزل الصور اللي بعتي لي إياهم روعة و... هلأ هدول صور البرجر. أوكي رح أنزل إذن تمام. والصورة الأبلى صورة الطاولة اللي عم تحكي عنها فضيلة، هي طبعا هاي بس الأكل، لسه طاولة الحلويات لسه كانت بالقسم الثاني ما صورناها. إذن قبل ما أنزل الصورة بدي أستقبل هذا الاتصال. ألو يسعد مساكم. ألو يعطيك العافية. ألو ألو يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. كيفكم؟ والله تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. أنت كيفكم؟ تمام كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. وانت بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وإن شاء الله تكون سنة خير على عليكم وعلى الأهل يا رب. الله يسلمك. الله يسعد قلبك يا رب. لك يسعد مساك. الله يسلمك يا رب. كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. كيفك أنت؟ معنا نسرين. والله الحمد لله بخير. تسلمي لي يا رب. منورتينا بصوتك اليوم. الله يسلمك. تعبتكم يا رب. خجلتوني والله. تسلمي لي يا رب. والله بدي اتصل من أول حلقة بس حرقت إيدي. يا سلام. ألف سلامة إن شاء الله. الله ان شاء الله مو كبير الحرق. قاومت واتصلت. تسلمي لي بس ان شاء الله معناها عم تحضري اكل كبيره. والله هلا مو ضروري كل حرق يكون وراء اكل. انا من يومين حرقت ايدي بس بالارجيلي. شغله بسيطه. سلامتك. حطي لها لبن. والله حاطه لها حلقنا قاعده لبن قلت منه تبيض بالضبط. ايه اللبن كتير منيح. انا ما افضل معجون اسنان للحرق ابدا، ما مفيد بالعكس. ولا تقشري الحرق، خليه مثل ما هو. سلامتك بس ما تكون كبيره. المشكلة الزيرة وين جاي الحرق؟ كف ايدي من جوا مش على بيضا. ان شاء الله الف سلامة عليك يا رب. سلامتك. الله يسلمك يا رب. شكرا كثير لكم. فيكم تجد شقاني عادي تجيبوني شقة تجيبوني كدو. تكرم عينك. تفضلي والطلب رخيص. هلا روعة بتعمل لك شي صفرة هيك مرتبة وبنيجي لعندك. ممتاز كثير. تكرم عينك. غالي والطلب رخيص. الله يسلمك يا رب. الله يسلمكم. شكرا. كيفك مع أجواء السنة الجديدة وكيف قضيتوها؟ والله حلوة. قضيناها بالبيت، من البيت للغرفة النوم للمطبخ وهيك ونرجع برجوع. ما كثير يعني. ما ايه بس شايفي انت هذا الشهر ما اصعب جاي، كل الاولاد مرضيت. عن جد ما بعرف حدا الا مرض ولاده. هو هذا الجو كان ابن ولادي مرضانين فما ما طلعنا ورا. سلامتهم. سلام عليهم يا رب. وهلا الجو هو كمان يعني ما نوع عم يساعد كثير، بتحس انه جو مرض عن جد. فجاه بتلاقي الجو دافي، فجاه بيطلع البرد القوي، يعني فيها التقلبات هي اللي عم تمرض هالولاد. الله يحميهم يا رب. والله مزبوط. هي مشكله انه الواحد يا رب بيكون لابس إنه كتير برد، بعدين فجأة ناقص 3 أو ناقص 10 بتقولي الدنيا صيف والله. فبتروحي بتقولي ما حتأثر إذا الواحد ما لبس كتير وطلع. بس للأسف هون هون المشكلة، هون الواحد بمرض. مزبوط. وهي دائما الشتي والثلج يعني تحسيهم بيخصوا الأمراض والجراثيم اللي بالجو. صح فعلا. مزبوط. يعني الليتون ما منيح. شوف كمان نزل الثلج هاي السنة أول مرة يعني. إنه شهر 12 ما بينزل فيه ثلج أول مرة. وفعلا إيه إنه هالشتوية كانت أخف من شتوية الماضي. يعني بتذكر أن سنة الماضي بنص الشهر لما أجيت كان الثلج 3 شبار. فهلا ما في من يومين بس لنزل الثلج القوي، أما قبل ما كان في ثلج، الشوارع فاضية والسقوف كلها مبينة. هلا فعلا حتى بالأخبار قالوا إنه نسبة الثلج السنة هاي أقل، بس اللي عم بصير إنه عم تيجي عواصف مش إنه عادي. فكمان بنفس الوقت رغم انه الثلج قليل بس متخوفين من موضوع الفيضانات بكره بالربيع، لانه الثلج لما يبدا يدوب بتصير فيضانات كتير وبخافوا انه تفوت على البيوت المي وهالامور هاي. فرغم انه قلت الثلج ولكن لسه متقلقين من هذا الشيء. بس انا من جهه الفيضانات جاهزه ساكنه بالطابق السابع. اوه ممتاز. نزل عندك معنا. خلاص عندك. مستحيل يجي فيضان عندك. هي اصعب بس شيء بس عن جد بغير ولايات. نحن يعني مانيتوبا ما شفنا فيضان، بس غير ولايات على الفيل انا بشوف انه بصير فيضانات عن جد شيء مخيف.
بجوز كمان لأنه إحنا بعيدين عن الأنهار والبحيرات، يعني مثل هلأ مثلا ونبك بيتش بعيد عنا ساعة، والنهر هذا العادي ما نهى النهر الكبير حتى ليه يعمل فيضان قوي. المشكلة بالفيضان مش إنه تفوت على الشوارع، مو هون الموضوع الفيضان، الفيضان إنه البيوت بتصير المي تطوف بالبيت جوا، بتصير المي أعلى شوي من المستوى. بس بالطوابق الأول يمكن أرض البيزمنت عادة وهيك. بس كمان يا أخي أنتم لاحظين إنه نحن دخلنا بأحاديث ما لها علاقة بالبرنامج؟ ما هذا المشكلة، هو البرنامج دردشة وطبخ بنفس الوقت. وللمشكلة إنه أجواء الشتاء هاي بتخلي اللي ما بدي يحكي حيحكي عنها. يعني ما فيك تشوفي هالبرد وتمرّي من حد مرور الكرام ما تعلقي. ايه ممكن والله صح. طيب نرجع للطبخ، شو رأيك بالكرات اللحمي مع البطاطا؟ انا والله انا ما بعرفها هاي ما بساويها. جربيها مع البشاميل. لا اذا بدها تبلشها كتجربة اول شيء بلشيها مع البندورة اسهل لك، عشان ما تفوت بطبخ البشاميل والجبني والقصاص. جربيها مع البندورة، اذا عجبتك تنتقل للبشاميل المرحلة الاصعب. يعني خطوة خطوة. هي انه بعمل البطاطا مع كرات اللحم بندورة. البطاطا بتسلقيها نص الأو بتقطعيها دوائر مثل ما شايفي بالصورة على الفيس. بتصفيها وبتحط اللحمة، بتكون متبلتيها لحمة ناعمة جاهزة وبتصفيهم مثل ما أنا صففتهم. بعدين بتجيبي دبس البندورة وبتمرقيه بشوية مي، بتحطي له ملح وبهارات وشطة إذا عندك شطة، وحطيهم على الوجه وحطيها بالفرن تطلع بتجنن. وبتعرف سهلة بعينتها كمان، كتير سهلة وكتير طيبة، خفيفة ولطيفة. ما بتاخد وقت. هلأ هاي طريقة نجربها، أنا بحب على فكرة أجرب هيك الطريقة. أيه هلأ هاي طريقة سهلة. في طريقة تانية إذا عملتي هاي وعجبتك وحبيتي تغيري، نفس المبدأ صفينا البطاطا مع اللحمة مع كل شيء، بتجيب البشاميل. بتعرفي كيف يعمل البشاميل، خلطة البشاميل؟ أيه بتحط البشاميل على الوش وبتحطيها بالفرن. قبل ما تستوي بشوي بتطلعيها، يعني قبل ما تحسي انه استوت اللحمة بتطلعيهم وبتحطها على وشها جبنة، كمان بتجنن طعمتها. اي هاي هيك بحبوها البلاد، اي اكلة بتحسي بتدخلي لهم فيها البشاميل والجبنة بحبها. ايوه وفي كمان طريقة للبطاطا هلا ذكرتيني فيها، اللي هي نفس الشيء، بتحطي البطاطا بتحطي اللحمة وبتحطي طحينة. بتخلطي طحينة بشوية مي وبتحطيها على الوش. بس تتغلغل بقلب البطاطا عن جد كتير بتطلع طيبة. ممكن مضبوط هاي. صح. يعني هلا الأكلات فيها طحينة طيبة مثل الكوسة بلبن شيخ المحشي، بيخلوا طحينة فبيطلع طيب. حتى يعني هي اللي عم تحكي عنها رشا قريبة لنحنا، اللحمة بصينية ما كنا نحط لها طحينة ودبس كمان؟ ايه اللحمة بصينية. ايه وإذا كنا قالين بطاطا نرجع نحطها فوق الصلصة تبعت الطحينة وهيك إنه تغلي غلوتين. أنا نفس اللي عم تحكي عنها رشا. كتير طيبة يعني، وأنا عملتها هون كتير صح، وكتير إنه حدا من غير حمص جربها وداقة عندي فكتير عجبتهم فعلا، يعني إنه كنكهة غريبة. هني بيعرف اللحمة بصينية بالبندورة. نسرين بدي أسألك، صوتي واضح؟ ايه صوتك واضح. ايه ليه؟ تمام، لان انا حاسة صوتي شوي ضعيف. انه دائما طاقة الصوت عندي اقوى من طاقة الصوت عندك. لا فعلا رشا، انه هلأ حسيت ما عاد سمعت صوتي انا بالمايك، ما عاد سمعته. لا واضح. اذا اللي عم بسمعونا اذا كان في اي خلل خبرونا. ايه تمام، بس ما اعتقد في مشكلة. هلأ هيك يمكن اصبحت. ايه تمام. ايه اصبحت هيك. ايه فانه على اللحمة بصينية كمان هيك بنستوي اللحمة على الاخر وبنحط البطاطا المقلية وطحينة ودبس الرمان بتطلع بتجنن. يلا جربي هلا هاي كرات اللحمة واعطينا رأيك فيها، بس اشوفك بالمستقبل. هو ما في مهرب، بدك تعطي رأيك. بدك تعطي رأيك. ايه ان شاء الله. الله يجزيكم الخير يا رب. الله يسلمك. ايمت رح تبلش من هاي اخر حلقة؟ ايمت ليش رح تبلش الحلقات الجديدة؟ بتوقع على الصيف ان شاء الله، يعني انه على الصيف بيكون في معنا فضاء و شوية ضغوطات. أنا هلأ عندي شوية ظروف إن شاء الله بكون تخطيناها، فبننتقل على الصيف ونحن مرتاحين، بنبلش إن شاء الله ببرامج تاني وأحلى وأقوى. يعني متوقع البرنامج اللي حنعمله رح يكسر الدنيا أكتر من برنامج الأكل. هلأ هو صح برنامج الأكل كان حلو، بس إنه بشوف مين من كان بيقدر يفوت على النت يطلع الوصف اللي بده إياها بالضبط. فالبرنامج الجاي والفكرة الجاي البراسة رح تكسر الدنيا إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يوفقك يا رب. الله يسلمك يا رب ويخليك وتنحل هيك ظروفك، يعني ابسط شو بيقولوا ابسط.
الله يسلمك ان شاء الله، ان شاء الله بتنحل مشاكل ومشاكل كل العالم يا رب، وما يضل في عند حدا اي هم. امين الله يسلمك كل كرب امين يا رب. يا رب امين ان شاء الله هيك يا رب، زي ما حكينا تكون هالسنه هيك خير كتير على الناس وعلى العالم كله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اي والله امين يا رب. شكرا لكم كثير على البرنامج الحلو والله. تسلمي، الله يعطيكم الف عافيه يا رب. الله يعافيك كثير، انبسطنا انه سمعنا صوتك الحلو. الله يسعدك يا رب، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، ومنوجه تحيه لكل الاهل، ومنقول لكم مره ثانيه كل عام وانتم الف خير يا رب. بنتك خير ان شاء الله، ينعاد عليك الصحه والسلام يا رب. الله يسلمك، يلا باي باي. الله معكم. الله معك، باي. مع السلامه. اذا نرجع لك لك روعه، وعم بيقولوا لي ان الصوت ممتاز، صارت تجيني الرسائل وتنزل هون وهون إن الصوت تمام. طيب الحمد لله. لا عن جد، لأنه للحظة من اللحظات حسيت حالي ما عاد سمعت صوتي عن المايك، فممكن ما بعرف وين المشكلة، بس طالما الصوت واضح إذا أمور تمام. أي تمام. إذا منكمل معك روعة، بعيدا ربما عن الأكل، هلأ ننتقل لشيء تاني تحكي لنا عنه. زي ما متعودين بكل حلقة في جزء منخصصه ل في عنا اتصال كمان، بنقول الو. الو الو مرحبا. يا هلا، يسعد مساكي. سعد مساكي، هذا راديو الوطن. ايوه راديو الوطن، معك مين معنا؟ انتي على الهوا. بعرف. كيفك يا حلوي، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. انا اعتقد عرفت الصوت مين. هذا صوت مريم. انا ومريم عم نحكي. بدي اوجه لكم تحيه اذا معنا غدير ومريم، اللي هن يعني ما شاء الله عليهم بناتك، يعني انا بعرفهم شخصيا وعن جد ما شاء الله عليهم. وبدي اقول لك، لا بدي اقول للمستمعين، ان شاء الله غدير حتكون معنا بشغلات جديده هلا الايام الجايه ان شاء الله على الراديو، فصوتك حينور الراديو يا غدير. تسلمي يا رب. حبينا نسلم عليكم بما انه لاخر حلقه، ونقول ان شاء الله بتتوفقوا بالحلقات اللي جاي. امين. الله يسلمك يا غدير. بدي اسالك سؤال، بدي اياه هيك من الاخير من الاخير بصراحه، كيف طبخات روعه؟ والله العظيم بجننوا. لا تكون بالبيت بقولها لماما انه لا يلا ماشي الحال، عم يتحسن طبخك، يلا ماشي الحال، تاتي علمتك منيح. بس يعني صدقا عن جد طبخه طيب. هي لازم بالبيت لازم شوية تغيظيها، ما بمشي الحال هيك. خلص عافيتك اليوم من الجليات لأنك حكيت كلمة حق. طبخ ماما ما في أطلب منه، أطلب طبخ بالعالم كله. وأنت عافيتك من طوي الغسيلات. خلص لك هل. خلص انبسطوا، هاي اليوم لا جلي لا غسيل. عفو عام. خلاص معناها المفروض كل حلقة كنتوا تتصلوا وتحكوا لكم هالكلمتين الحلوين. بيعرفوا كيف يضحكوا على عقلات. والله هن ما في أحلى منهم بصراحة، الله يخلي لك ياهم. الله يسلمك يا رب. وعن جد كتير من بسطنا يعني بسماع صوتكم، وعن جد بدي أهنيكم على هالأم الرائعة اللي عندكم. تسلمي يا رشا، هذا من ذوقك. إذن إن شاء الله قريباً بتكوني معنا غدير، إذا الله يعني. وبنسمع صوتك الحلو بنور إذاعتنا بفقرات وأشياء إن شاء الله قريبا جدا، وإن شاء الله بالمستقبل يكون في برامج تشوف إبداعاتك. إذا الله نشوف. إن شاء الله. إذا بشكرك كتير غدير ومريم، بتشكركم كتير على الاتصال الحلو هذا. كان لازم من زمان نعمل حلقة أخيرة مشان أسمع صوتهم. أي والله، لأنه هن كتير بيخجلوا يحكوا. يا شو مريم زعلانة. اوه ليه؟ لح يا مريم، ما كل شيء اللي زعليك. من اول ما بلش البرنامج واسئلة تعليقات على الفيسبوك. قولي ميمي روز، مو ميمو روز. انا قلت ميمو؟ انت عم تقولي ميمي. هي ميمو. هو ميمو. ما بعرف ليش، بس دائما براسي انه ميمي مش مو ميمو. ولا يهمك، خلاص ابتداء من اليوم بحلقات جاي مستقبلية ما راح أقول إلا مريم، خلاص ولا تزعلي. موجه لك تحية كتير كبيرة يا مريم. لا ومخبيتها من أول حلقة لهلا. طب بحكي. ليه حصرتيها بقلبك؟ والله قولي.
إذا بشكركم. الله يوفقكم يا رب. تسلمي لي يا رب. الله يسلمكم. بقولكم كل عام وأنتم بخير مرة تانية، وإن شاء الله رك يا رب تكون سنة تحقيق أمنيات لكم جميعا يا رب. وأنتم بخير. الله معكم ماما. يلا باي. 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 إذن أنجز الاتصال كتير كان حلو، عادة ما بنسمع صوتهم بس هاي لأول مرة وبما أنه الحلقة الأخيرة فعن جد الوقت عم بمشي بسرعة. عجبتهم فكرة العفو العام اليوم، وهن لو عارفين من أول حلقة ما كانوا استنوا لليوم. إذن بدي أرجع معك روعة قبل ما ينتهي على البرنامج تبعنا بالنصائح اللي اعتدنا أنه بكل حلقة تتضمن بعض النصائح. هلأ اليوم رح نحكي، رح نعطي شوية نصائح لشعر صحي وطويل. طبعاً كل ست وكل أنثى بهمها يكون شعرها أنه مميز، فهدول نصائح أنه مجربين. أول شيء كل فترة والتانية تدليك لفروة الرأس بالأصابع، بروس الأصابع نعمل مساج ناعم لفروة الرأس، هاي كتير منيح بحرك الدورة الدموية بالرأس وبينشط البصلة تبعت الشعر. بعدين بفضل أنا حمامات الزيت، يعني ننقع الشعر بالزيت مرتين بالأسبوع للشعر العادي والشعر الجاف. طبعا هاي الطريقة ما منطبقة لأصحاب الشعر الدهني، الشعر الدهني اللي نعرفه يعني اللي بيكون فيه لمعة أو بتحس فيه نسبة زيوت عالي. هذا ما بده حمامات زيت، يعني إذا بتكون تعملوا له حمام زيت كل 15 يوم مرة. أما الشعر الجاف والعادي مرتين بالأسبوع. عنا تمشيط الشعر، ما نترك الشعر ابدا بلا تمشيط، كل فتره والتاني او كل نهار المساء نسرح الشعر ونمشطه. ما تقولي اليوم ماني فاضي، اليوم مشغولي، هلا ما عندي وقت لبكره، لا، يعني اعطي حالك وقت اهميه، اعطي وقت، اعتني بحالك لحالك، يعني انا هي قاعدتي بالحياه، فخصصي وقت إليك، اعتني فيه بشعرك، مشطي شعرك، ضبطي بشرتك، ركزي امورك. عن جد هالشي بينعكس على نفسيتك من جوا وعلى شكلك الخارجي والداخلي. بالضبط، دائما الانشغال بسبب انه تهمي اهمال مزبوط، ومع الاهمال بصير فيه تراكمات وتحسي حالك وصلت لمرحلة انك كبرتي قبل عمرك قبل وقتك. مزبوط، فلا دللي حالك لحالك. هلأ خلصنا عن تمشيط الشعر، شطف الشعر دائما بماء دافئ. هلأ كل عادة متحمم مي سخنة، بس دائما بنصح آخر حمام يكون أو آخر زوم مي فاترة، معلش شوي للبرودي، معلش حتى لو كان الشو ما بيساعد، بس لما تكون المي مايلي للبرودي بتساعد على تسكير المسام، بالتالي فروة الراس بتضب على الشعرة، تمنع تساقط الشعر وهرو. حتى للبشرة دائما تحممت بمي دافئ أوكي كتير منيحة، بتفتح المسامات وبتنظف، بس آخر زوم مي مايلي للبرودي بترجع بتسكر المسامات، ما بيعود بيعلق فيها انه وسخ او ميكروبات. هلأ كمان ننصح انه ربط الشعر بالليل، ما تترك شعرك مفلوت وتنامي، لا ضبي، بس ما كمان كتير تحسري الشعر تخنقي، ربطة ناعمة جدلي صغيرة كمان بتساعد. وطبعا تناول الغذاء الغني بالبروتين، هاي يعني من الاساسيات، هذا رقم واحد هذا. ايه، فكمان هاي فكرة انه منيحة حتى الواحد يعود، لأنه نحن حكينا بحلقات سابقة أنه فقر الدم بسبب تساقط بالشعر، تساقط كتير قوي، فننتبه لكمان غذائنا على نسبة الفيتامينات أكيد والأشياء المكملات الغذائية اللي بتساعد على الحفاظ على هاي الشغلات. مزبوط. الجسم. هلأ عنا شغلة تاني، العناية بالأظافر، يعني أطنينا بشعرنا، هاي كتير شغلات بتهم كتير خصوصاً فئة بنات بنات حوا زي ما بقولوا. مزبوط. فأكيد هذا شيء مهم كتير لهم، فشوف شو مخبتينا شو عندك. بالنسبة للأظافر نحرص دائما على أنه نشيل اللحم الميت حوالي الأظفر، بس أنه بطريقة ما نجرح فيها اللحم أو الجلد حتى ما يلتهب. نتأكد من تنظيف الأدوات اللي عم نستعملها، يعني بعد ما منخلص استعمال المبرد القصاصة هذا اللي بزيل اللحم الميت، نتأكد من تنظيفهم. هلأ اثنين، منحط على الأظافر زيت زيتون مع ثوم بيعطيهم قوة. اللي ما بيحب الثوم أو الزيت وهالقصص هاي فينو يستخدم بداله الفازلين. هلا عندك الفازلين بلمع الأظفر وبقوي. حلو، يا أول مرة بسمع فيها. الفازلين كتير منيح بشكل عام، يعني حتى بقولك على الرموش فيك تحطي منه بيطول الرموش، فيك تحطي منه على الأظافر بيعطيهم لمعة وبيعطيهم قوة، وفعلا يعني أنا مجربي الفازلين بجنين. هلا آخر شي فيك يعني
بغض النظر ما قدرتوا تستفيدوا من الوصفات الطبيعية، ممكن تلجأوا للصيدليات تجيبوا مقوم من الصيدلية، هذا كحل بديل. وعنا تناول الخضروات والفواكه، وهي المشكلة، هاي أساسية. ما في تناول الشوكولا والأشياء، لا الشوكولا اللي بده ينصح إيد بإيد، أما للهدول لا. يعني أنا دائما بسمع تناول الخضروات تناول الفواكه، ما حدا بيقول لك تناولوا دهون تناولوا شوكولات تناول هيك شغلة طيبة. على فكرة عصيرة الهاي، هلأ بنرجع على الأضعف الكفة بس لا فوتك بصيري، شفت صورة من يومين على الفيس أنه على نمر أنه بياكل شحوم ولحوم وكتير نحيف، والخروف فرجونا صورة خروف معجعج وقاعد وبياكل خضروات، فوين الرجيم بالموضوع؟ بالضبط، ها أنا هون، وين الرجيم بالضبط؟ إذا في خدعة بالموضوع. عندنا الخضروات والفواكه الغنية بالألياف بالفيتامين والمعادن، مو الألياف عفوا، الفيتامينات والمعادن مثل الجزر، البرتقان، السلق، الحوم كمان بنركز على الحوم الغنية بالأوميجا 3 مثل السمك، فهدول كلياتهم بيفيدوا بشكل عام الجسم وبيفيدوا الشعر، الأظافر، الجلد، ده كل شيء. إذا أعتقد هيك وصلنا للنهاية. أوكي، إذا هذا كان كل شيء لليوم. فعلا أنه هذا كان كل شيء لليوم، ما رح نقولكم رح نلتقى فيكم الحلقة الجاية لأنه هاي الحلقة الأخيرة. خلال الفترة اللي كنت فيها معاكم على مدار 3 أشهر أو 3 أشهر ونص، كتير كنت مستمتعة بوجودي معاكن رشا ومع المستمعين، ونحن أكثر مبسوطين بوجودك معنا. الله يسلمك يا رب، وحاسة أنه هيك يعني كيف بدأ لك لحظة الفراق أنه بتعز على القلب. لا هي مو فراق، هي بس لسه إن شاء الله فترة إن شاء الله ورح نرجع لكم. يعني أكيد كنا مبسوطين بمشاركتكم، بمشاركة كل شيء حدا حكانا، كل شيء حدا علق، كل شيء حدا شارك، وكتير كنا مبسوطين بالتعليقات، مثل ما بقولوا النقد البناء، النقد والتعليقات الإيجابية والتعليقات السلبية، كنا مبسوطين بكل شيء فيكم ومعكم، وإن شاء الله نترككم بخير وبرعاية الله، ويعني بتمنى تحققوا كل ببالكم بالسنة الجديدة، وإن شاء الله يا رب نرجع نلتقى على خير ومحبة وتضلوا لوقتها بخير وراحة بال يا رب. وقبل ما أختم معك روعة، في بس تعليق بدي أقرأه وبعدين رح أختم. من ندوش بتقولنا يسعد مساكن وشكرا على البرنامج الحلو والنصائح المفيدة، وإن شاء الله ما تطولوا غيابكم عنا بالبرنامج الجديد. نقول لك يسعد مساكي ندوش، لا إن شاء الله على الصيف إذا الله راد حنكون معاكم، ونوجه لك تحية لك ولكل حدا عم يسمعنا من عيلتك. إذن مثل ما حكوا، مثل ما حكينا يعني روعة ما حيكون هذا نهاية زي ما بيقولوا، ولكن هي نهاية شيء، وإن شاء الله حتكون في بداية لشيء أكبر وشيء أفضل، ودائما نحن نطمح أنه نطور ونجدد ونخرج بحلة أفضل. يعني فاستمتعنا كتير بوجودك معنا روعة، وعن جد يعني كانت هناك نصائح كتير مفيدة، وزي ما حكيتي نحن بناخد التعليقات اللي نوعا ما فيها نقد، بنحاول أنه نصلح هذا الشيء اللي إحنا غلطنا فيه حتى تكون أفضل لبعدين. مزبوط. ونطور من حالنا، وكلنا بنتعلم من أخطائنا أكيد. مزبوط. وبشكل عام يعني هي كانت تجربة حلوة، وما حدا سمع البرنامج إلا ما حبه، حب العفوية رشا اللي فيه، وحب التوافق الأفكار بيناتنا، فإن شاء الله نكون هيك عم تحسن صنكم، نترككم إنه خير يا رب وسلامة وصحة وراحة بال. أكيد، وأنا استمتعت معك روعة فعلا، اندمجت كتير بالتقديم معك سهلي. وإن شاء الله نعمل أشياء تانية بعدين إن شاء الله. وكتير انبسطت معك، وكتير انبسطت بمستمعينا اللي عم بتابعونا وبيشاركونا دائما، وهالمشاركات الحلوة اللي دائما بنسمعها منكم. إذن هيك بنصل لنهاية حلقتنا، وبتمنى لك كل التوفيق روعة، تسلمي. إن شاء الله دائما يكون كل أمورك تتيسر وتنحل كل الأمور، وبترجعينا من جديد وبنسمع صوتك من جديد بإذاعتنا. وبدي أقول لكل مستمعينا كل عام وأنتم بخير مرة تانية، وإن شاء الله يا رب تكون سنة تحقيق أماني وسنة خير، ويعم السلام إن شاء الله على الوطن العربي أجمع وعلى العالم إن شاء الله. بترككم برعاية الله، وبقولكم تصبحوا على ألف خير. تصبحوا على خير. كان اللوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مشمش وقراصي قوي يا ميش، خروبي يرويك لما تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخ ضداني مقلوز، يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة، صينية بقلاوة ومبلع بكازو.